عندك يعني ما في انت محاصر في النقطة وبدك تدبر كل الحالات اللي بتجيك. في حالات كثير مثلا إصابات عصبية يعني كبيرة ما بتقدر تدبرها، هي قد ما اشتغلت فيه هون ما راح يسوي له شيء. فبتم فترة 5 دقائق يعني عم بيلفظ أنفاسه حتى هو يعني القائد. مشاكل أكثر بأعداد كبيرة للمصابين يعني، يعني أغلب القصف بيستهدف التجمعات مثلا الشوارع الممتازة بسكان دور، إذا في دور عن الخبز أو دور عن أي شيء إنه بوزع أماكن إغاثة، يعني هي بنستهدف كثير. فبيجي كمية كبيرة من الإصابات يعني ما بقدر، ما شايف حدا بأوقات تعبى كلها يعني، ما في محل لا من أماكن بالعناية المشددة ولا أماكن للاستشفاء بالجناح. يعني بفرغ الجناح بفضل مرة ومرتين باليوم حتى على طول الاستشفاء أو مشافي الثانية حتى يتمك أماكن للمرضى. هل نحن نقدر عليه مشتغل؟ يعني أحيانا مضطر بنفس مشفى واحد مثلا نشتغل 20-30 عملية جراحية في يوم واحد، وأحيانا يعني لازم نشوف المشافي الثانية. هل يعني عم تشتغل مشافي بأقصى طاقات؟ يعني نحن بأساس بالحصار يعني إنه نتبع سياسة تقنين للمحروقات وللمستهلكات والأدوية، بس باشتداد القصف يعني لفترات طويلة كأيام طويلة كان شديد كثير، فما قدرنا أي نعمل أي تقنين لا للمحروقات ولا يعني عم يعني متوقع مع التقنين لك وتخف تخفيف العمل 3 شهور، بس إذا تم هيك وتيرة القصف نفس الشيء بجوز يعني شهر ونص يعني.